المعاني الخمسة لكلمة دين. أحيانا نصف بعض الناس بأنهم أشخاص أصحاب دين ونقول هذا ونحن نمدحهم، وأحيانا نصف أناس بأنهم قليلو الدين أو ليس عندهم دين ونقول هذا وكأننا نذمهم. فما معنى كلمة الدين؟ كلمة الدين لها عدة معاني، سأذكر من هذه المعاني خمسة، وإذا كنتم تعرفون معان أخرى لكلمة الدين غير هذه المعاني التي سأقولها فاكتبوها في تعليق. المعنى الأول هو الحساب والجزاء، كما في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، يعني الله عز وجل هو الذي يملك يوم القيامة وهو الذي يحكم في يوم القيامة. يوم القيامة هو يوم الدين، يعني يوم الحساب والجزاء، كل شخص يأخذ مقابل عمله. وفي آية أخرى أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، هكذا كان بعض الكفار يسألون الرسل الذين أرسلوا إليهم، أإذا متنا وكنا تراب وعظام أإنا لمدينون، يعني أإنا لمحاسبون، أإنا سنأخذ جزاء أعمالنا، يعني هم لا يؤمنون بهذا ويكذبون أنبياءهم. فكلمة الدين هنا جاءت بمعنى الحساب والجزاء. المعنى الثاني لكلمة الدين هو الطريقة، كما يقول الله عز وجل في سورة الكافرون لكم دينكم ولي دين، يعني على لسان رسول الله، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا للكفار، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وهكذا، لا أعبد ما تعبدون وهكذا، في النهاية لكم دينكم ولي دين. وهذه العبارة نستخدمها نحن أيضا عندما لا نتفق مع أحد في موضوع معين، فنقول له لكم دينكم ولي دين، يعني افعل ما تراه صحيحا وأنا أفعل ما أراه صحيحا، يعني لكم طريقتكم ولي طريقتي، لكم منهجكم ولي منهجي، لكم دينكم ولي دين. المعنى الثالث لكلمة الدين هو الحاكمية، وضع القوانين والتشريع والتحليل والتحريم. ومن ذلك يقول الله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني ويكون الأمر لله ويكون الحكم لله، أي حتى يحكم بأمر الله بالعدل بين الناس. المعنى الرابع من معاني كلمة الدين التقنين ووضع القواعد. الله عز وجل يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، شرع لكم من الدين، الله شرع لنا الدين، يعني شرع لنا قواعد الدين، أحكام الدين، الحلال والحرام وهكذا. أما كلمة الدين بمعناها الشامل وهو المعنى الخامس فهو أحكام الله التي شرعها للناس، أو أحكام الله التي شرعها لعباده، أحكام إيمانية تتعلق بالإيمان بالله ورسله وملائكته، وأحكام أخلاقية تتعلق بالصدق وتحريم الكذب وتحريم إيذاء الناس وهكذا، وأحكام عملية تتعلق بالحلال والحرام والفرائض وما يتعلق بأعمال الحياة اليومية. هل هناك معاني أخرى لكلمة الدين تعرفونها؟ إذا كانت هناك معاني أخرى تعرفونها اكتبوها في تعليق. هناك معاني أخرى، فما هي؟ دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يشاء.